السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، معاكم أخوكم أحمد عربي من مدينة مايكروتيك إفريقيا، وجروبنا على الفيسبوك يا جماعة اسمه مايكروتيك إفريقيا. بنرجو من الناس الانضمام إلى الجروب وعمل مشاركة للمدونة لكي يشاهدها الأعضاء الجدد، وفي انتظار شرحات جديدة يوميا إن شاء الله. كنت اتكلمت على الفيسبوك وكنت رفعت، قلت الناس اللي هي عاوزة تشتغل تسد فواتير تليفونات وتسد فواتير أرضي وشركات كاتي داتا أو تحويل رصيد لفيدافون، شركات فيدافون او موبينيل او اتصالات. وطبعا قلنا الخدمه اللي هي الجديده المنافسه لشركه فوري، والخدمه دي بقى لها سنه بالظبط بس كان فيها بعض التعديلات وبعض التحديثات، وهو يا جماعه برنامج مصاري. برنامج مصاري ده يا جماعه هيخليك تتحكم في تحويل، وهتخليك تعمل زي ما بنقول يمكن سنترال عندك بدون مكنه او بدون اي حاجة، وكل دوت هيبقى من خلال الانترنت. ولو عاوز تخش على الموبايل الخاص بيك، وطبعا لازم يكون اندرويد يا جماعة. طبعا برنامج مصاري للشحن والدفع الفوري دوت الموقع بتاعه من على جوجل بلاي. طبعا البرنامج شغال يا جماعة على الموبايل وشغال على الكمبيوتر. طبعا حملت الملف الخاص بالبرنامج والتثبيت على الكمبيوتر، وطبعا حملت الملف الخاص بالتثبيت على الاندرويد او على الموبايل. طبعا يا جماعة البرنامج كويس جدا جدا ان انت هتحول فواتير، هتدفع فواتير ارضي وهتحول رصيد فودافون موبينيل اي شركة انت عاوزها، هتدفع فواتير كليات، هتدفع مصاريف. طبعا الخدمة ديت هي منافسة لشركة فوري يا جماعة، الخدمة جميلة وكويسة جدا جدا. البرنامج معايا هنا اهوت هيشتغل على الكمبيوتر الخاص بيك، وطبعا لازم يكون عندك على الاقل انترنت، لو بسرعة 256 او 512 هيشتغل معاك البرنامج مفيش اي مشاكل عندك. طبعا البرنامج يا جماعة هننزله، طبعا لو عايزين نشتغل على الكمبيوتر الخاص بنا هيشتغل عادي، لو عاوزين ننزله مثلا على الموبايل الاندرويد هيشتغل عادي من على السوق بلاي، هتنزل البرنامج عادي. طبعا البرنامج اهو زي ما احنا شايفينه قدامنا اهوت على الكمبيوتر الخاص بيا طبعا، وفي رقم اسمه رقم التسلسلي وكلمة المرور. طبعا دوت خدمة الدعم الفني، الأرقام الدعم الفني الخاصة بالشركة. طبعا بتكلم خدمة الدعم الفني وتقول لهم أنا عاوز أشترك في الخدمة المصاري ديت أو عاوز أكون موزع لكم، بدي لك أقرب رقم مندوب خاص بك. بيبدأ المندوب يتابع معاك ويجي يشوف الرقم الموبايل بتاعك، لو عاوز مثلا على رقم الموبايل بياخد الرقم بتاعك وبعت لك رسالة باليوزر نيم وبالباسورد بتوع البرنامج، وتبدأ تخش من جوه تفعل اي حاجة انت عاوزها، تدفع اي فاتورة انت عاوزها. طبعا بيحط لك رصيد ب 500 جنيه ب 1000 ب 2000 ب 3 زي ما انت عاوز، وبتبدأ ان انت تحول من على الكمبيوتر الخاص بك دوت البرنامج الخاص بالديسكتوب او بسطح المكتب الكمبيوتر الخاص بيا من برنامج مصاري. طبعا البرنامج دي كويس جدا جدا، شغال عند اصحاب ليا كتير، قلت لهم الفكرة واشتغلوا وما شاء الله شغالين بدون مكنة. طبعا المكنة بتاعت مصاري يا جماعة عاملة 1450 جنيه، ممكن تجيبها وتشغل بيها عادي. بس طبعا الناس بتقول احنا كاصحاب شبكات او الظروف الماديه ما تبقاش مسامحه ان انت مثلا تجيب مكنه ب 1450 جنيه، ممكن زي ما قلت لك تشتغل من على الكمبيوتر الخاص بيك على طول. البرنامج دوت من فتره يا جماعه، بس زي ما قلت كان في تحديثات وفي دخول ب يعني بفكر جديد في البرنامج. طبعا البرنامج بيشتغل، ممكن تنقله من على البلوتوث، ممكن تشتغل من على الوايرلس، ممكن تشتغل من على الموبايل، تفتح البرنامج في اي وقت تحول رصيد لاي عميل انت عاوزه باي مبالغ، ب 50 جنيه ب 100 جنيه، اي شغل شغال معاك جميل جدا جدا. ممكن تدفع رسوم كليات فواتير ارضي، كويس جدا جدا برنامج المصاري. طبعا قلت ارقام الدعم الفني، هي بتنزل البرنامج عندك على الكمبيوتر، وطبعا لو عاوز تحمله من على المتجر وسوق بلاي بتحمله. عملت لكم ملف خاص بالبرنامج، والبرنامج مثلا لو هتعمل سيت اب على الكمبيوتر عملت لك الملف الخاص بالكمبيوتر اهوت، هتعمل سيت اب عادي مفيش اي مشكله. طبعا كلنا عارفين اي تسطيب برنامج بيبقى سهل، بتضغط عليه ضغطتين اهوت بس عشان الجهاز اهو، بتبدا تعمل يس وبتعمل نيكست نيكست على طول، وفي الاخر فينش ماشي اهو اهوت دي كده. لو هنعمل مثلا سيت اب للبرنامج من اول وجديد اهو تمام، بيبدأ البرنامج يحمل معايا، بنتظر شوية. البرنامج سهل جدا جدا في التسطيب على الكمبيوتر، وطبعا كلنا اصحاب شبكات وكلنا شغالين في مجال الكمبيوتر او في مجال الانترنت والشبكات، كل الحاجات دي بالنسبة لنا حاجات تافهة تمام. وببدأ انتظر شوية يا جماعة هو كده خلاص.
طيب لو انا مثلا عاوز اشغل على الاندرويد او الموبايل بتاعي، طبعا عملت لك يا سيدي ملف او برنامج، البرنامج طبعا مسار للموبايل اهو بيشتغل على اي موبايل طبعا اندرويد، طبعا الملف اوت بتنزل على الموبايل وتعمل له سيت اب برضك عادي، بيبدأ ينزل معاك على الموبايل ويشتغل عادي. طيب اعمل لك الملف الخاص اهوت، اعمل لك ملف تكست في الرابط بتاع تحميل البرنامج مسار على طول من النت للموبايل تبع، تمام، لو عايز تبعته لحد، وعامل لك رابط تحميل برنامج مساري للكمبيوتر اهوت، وعامل لك هنا ارقام خدمة العملاء اللي قدام الفني لو عايز تتصل عليهم في اي وقت، تمام. وطبعا الشرح دوت خاص بمدونة مايكروتك افريقيا. طبعا الخدمة دي يا جماعة انا بعرفها للناس، انما انا مش شغال مندوب فيها عشان محدش يتصل عليا، انا بعرفك الخدمة، وخدمة شغالة عند الناس، وبدأت فعل الناس من فترة مش عارفها، وبتحول رصيد وشغالة مية مية، مفيش اي مشاكل فيها. طيب البرنامج المسار اهوت لو هينزل على الاندرويد يبدأ يفتح معاك اهوت، لو هيفتح على الموبايل الخاص بك بيفتح معاك الصورة اللي انتوا شايفينها ديت يا جماعة اهو، بيفتح معاك مفيش اي مشكلة، بتدخل الرقم المستخدم وكلمة السر وتبدأ تعمل دخول، بيدخلك ماشي. تاني حاجة بيدخلك اهو، تاني حاجة في القائمة بتاعته، بعد ما طبعا بتكلم المندوب وبيجيب لك يعمل لك يوزر نيم وباسورد، وبيحول لك على الموبايل بتاعك رصيد، تمام. عندك اهو زي ما انتم شايفين هنا اهو مكتوب تحويل رصيد مصاري شحن محمول كروت شحن فواتير العاب اونلاين مواقع تجارية مصاريف الجامعات خدمات كاش، الموقع شغال كويس جدا جدا، وزي ما انتم شايفين بيجيب كل حاجه اهو زي ما احنا شايفين اهو. يعني مثلا لو احنا شفنا هنا من على الصوره الكبيره اهو، بيقول اول ما بتخش طبعا اعيد تاني اهو، بدي يقول لك الرقم المستخدم وكلمه المرور او كلمه السر طبعا المندوبه ما بتتصل عليه في الشركه، ما بتتصل عليها الفرع الرئيسي بتاع على ما اظن في مصر، بيدي لك اقرب مندوب ليك، تمام، بتبدا تكلمه وبيدي لك اليوزر نيم والباسورد، وبيشحن لك وليكن لو عايز تشحن اقل حاجه بتشحنها ب 100 جنيه، ماشي. طبعا اهوت تاني حاجه بيقول لك تحويل رصيد مصاري شحن محمول كروت شحن فواتير العاب اونلاين مواقع تجاريه مصاريف الجامعات خدمات كاش. قلت الخدمه ديت موجوده من فتره، بس طبعا كان فيها مشكله في التحديثات وفي الشبكه وفي الربط، وفي خدمات كانت ناقصه فيها كتير. طبعا لما بنخش عليها زي ما احنا شايفين اهوت يا شباب، عندك فواتير فيدافون، فواتير موبينيل، فواتير اتصالات، فواتير تي داتا، فواتير ارضي شهري، عندك فاتوره ارضي ربع سنه، وفواتير لينك، وطبعا اتضاف لها شركات كتير، وكل يوم بتحدث، وطبعا فيها كل حاجه، بتجيب لك التقارير بتاعتك وبتجيب لك كل حاجه موجوده، شوف زي ما احنا شايفين اهوت الخدمه جميله جدا جدا، وبتجيب لك الرصيد بتاعك متبقى قد ايه، وطبعا لو هتدفع مثلا للجامعات والكلام من دوت بيدي لك كود الطالب والرقم القومي بتاع البطاقه بتاعته، بتعمل استعلام عنه، بتدفع وانت قاعد في البيت ومزاجك حلو، وطبعا هتكسب منها، وطبعا الناس بتكسب ما شاء الله منها، بتدفع الفاتوره بتاخد مثلا جنيه ومش عارف ايه، لو دفعت لك مثلا فاتورتين وتلاتة على شوية شحن على شوية بتاع يعمل معاك ما شاء الله مبلغ كويس جدا جدا جنب شغلك او جنب مبيعات الكمبيوتر او في الشبكات. وطبعا قلت الخدمة مش مكلفة جدا جدا كده، طبعا شغالة على الاندرويد زي ما احنا شايفين، او شغالة على الموبايلات زي ما انتم شايفين اهوت، الموقع رافع اللي هو الجوجل بلاي، رافع الخدمة من على البرنامج مصارف، رافعها من على الموبايل، طبعا قلت الخدمه من على الكمبيوتر، برنامج سهل وتخش وتبقى قاعد زي الباشا، وتبقى عندك مكنه شحن زي ما احنا شايفين اهو. طيب لو عندك الانترنت فصل ولا حاجه، ممكن بالباقه اللي هي شهريه 25 جنيه دي تشتغل على الاندرويد اللي هي الموبايل بتاعك عادي، وتبعت وانت ماشي اي حد اتصل عليك، وطبعا الموبايل يعني كويس جدا جدا لانه هيكون معاك في اي مكان، اي حد محتاج اي حاجه هيبدا ان هو يكلمك، تبعت له رصيد، تدفع له فاتوره ارضي، وما شاء الله شغاله جدا جدا، والمكنه بتاعتها مكنه كويسه جدا جدا، كبيره هي شويه، بتطلع لك الفواتير، بتطلع لك كل حاجه، والشركه طبعا بتنزل كل الجديد وكل الاصدارات او كل المواقع الخدمات كبنوك، بريدات، بريد مصري، كلام من ده، بتبدا ان هي كل يوم انا ما شاء الله متابعها بتنزل الحاجات الجديده او الخدمات الجديده في خدمه مصاري. وطبعا بقول الخدمه ديت هي المنافسه لشركه فوري، وبدات الناس تشتغل عليها لان الخدمه نازله بتدعم حاجات كتير، ان هي بتشتغل على الاندرويد، بتشتغل على الموبايل، بتشتغل على الكمبيوتر، كويسه جدا جدا، لها مكنه وشغاله، بقى لها فروع ومندوبين في كل المحافظات،
طبعا انا قلت مانيش مسوق للشركه ديت او انا شغال في الشركه دي، انا برفع حاجه عشان تفيد الشباب، لان كان فتره نزلت عاوزين مكن من اللي هو المكن الفوري، ولازم تامين تدفع 500 جنيه، ولازم مش عارف لازم تشتغل في الشهر مثلا ب 4000 جنيه تحول رصيد ومش عارف ايه. واحنا طبعا ما فيش حد عارف الرزق بتاعه فين، انا هحاول بقد ايه او هشتغل بقد ايه. فالموقع ده جميل جدا جدا وشغال مع ناس كتيره جدا جدا، ووديت لهم البرنامج واشتغلنا وكويس. هو شغال من فتره على فكره، بس قلت كان في بعض المشاكل في التحديثات، بعض حاجات ناقصه كتير، ما بيدعمش حاجات كتير. بدأ ما شاء الله شغال كويس جدا جدا. ارفع لكم الملف كامل، برامج مسار الكمبيوتر، برامج مسار للموبايل، و رابط العناوين كلها اللي هي بتاعت التحميل. لو مثلا لو الموقع ما حملش معاك تبدأ تبعته لأي حد انت عاوزه، ارقام الدعم الفني تبدأ تكلمهم، جايب لك مجموعة ارقام 6 ارقام هم عشان تبدأ ان انت تتصل بهم. بنرجو من الناس اللي انضموا الى جروب مايكروتك افريقيا و مدونتنا على الجوجل مايكروتك افريقيا. وطبعا قلت رقمنا الموحد يا جماعة اللي هو 010-27-25-89-29. أخوكم أحمد العربي، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.